السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم حاجه حلوه قوي قوي لسبب واحد، اني لقيت عندي حليب جوز الهند اهو والكوكونات. اصوت طلعت كريمه جوز الهند، هحط منها برضه، هحط وهعمل التندوري، التشيكن تندوري بتاعت اسمه ايه، ريسبي اهو. وكمان عندي دبابيس فراخ اعملها بالطريقه دي. ينفع نعمل دبابيس، ينفع نعمل اجنحه، ينفع نعمل فراخ كامله، ينفع نعمل اوراك، اي حاجه بالطريقه دي حلوه جدا جدا جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نتبلها الاول ونشوف الخطوه. طبعا كل الخطوات والطريقه مكتوبه ورا البتاعه دي، تمام؟ طبعا دي وصفه هنديه اللي هي الفراخ الحمراء دي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجرب. نجرب بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كيلو من الدبابيس اهي. هنا بقى ايه اللي هي، نشوف بقى الطريقه بتقول ايه. لتحضير دجاج التندوري، يضاف في اناء عميق كيس واحد من خلطه طيب العسل مع ربع كوب زيت. يبقى احنا هنحط نص كوب زيت اهو، الزيت اهو، وهنحط كمان نص كوبايه زبادي. احنا هنحط كوبايه زبادي بحالها، ادي كوبايه زبادي، وعايزين ربع كوبايه عصير ليمون، وادي ليمونتين. طبعا بعد كده نحتاج معلقه دقيق في حليب جوز الهند. طب تمام، نتبل الاول بقى كده، نشوف موضوع الدقيق ده في الاخر. انا هحط كل التتبيله على الفراخ واقلبها كلها مره واحده. بسم الله، احط تقريبا نص كوبايه زيت. صلوا على النبي يا جماعه. بس كفايه كده اهو. وهنحط كمان، هدوب، احط كمان معاهم الخلطتين بتوع الفراخ، لان الكيس بياخد نص كيلو وانا الفراخ دي عندي كيلو ربع تقريبا. بسم الله هحطه. طبعا دي وصفه هنديه جميله، المفروض يتدوب الاول بس انا مش مشكله، هقلبهم كلهم مع بعض بعد كده، مش هيجرى اي مشكله خالص. ملاقوش اهو، لان الخلطه بتبقى حمرا من جوه دي. بسم الله، بس طبعا عندهم فلفل كشميري في الهنود وكده. بسم الله، تمام كده. وادي الزبادي. بسم الله، انا هاكل دول بقى، يلزموني البق ده يلزمني. بسم الله، نعصر بقى الليمون بالمره. يا بركه بسم الله. طبعا الخلطه دي الميزه فيها ان احنا ولا بنحط ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، هي التتبيله فيها كل حاجه. ايه، اعصر كمان الليمونه الثانيه. وبعد ما اعصر الليمونه الثانيه واحطها، اروح بقى مشمره ايدي كلها وانزل عليها ضرب وعجن وضرب وبطح وشد وكله وزغد وكل حاجه تتخيلها اهو. بالصلاة على النبي كده، الله عليك يا عم بخ. حلو كده، بسم الله كده تبلت الفراخ كويس قوي. لازم اسيبها ساعتين، بعد ساعتين ان شاء الله نرجع لكم عشان خاطر نسويها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فات ساعتين، ارص بقى ايه في خد الدجاج كده هنا. الصلاة على النبي كده اهو. نعم يا روحي، كلها كده اهي، واحطها في الفرن. ادخلها بقى الفرن كلها واسيبها تستوي براحتها. ممكن اغطيها بورقة فويل الاول عشان تستوي قبل ما نحمرها، عشان خاطر نضمن تسوية الفراخ كلها والعظم من جوه، ميبقاش في دم لما نيجي ناكل ولا حاجة. اغطيها بقى بورقة فويل واحطها في الفرن نص ساعة، وبعد نص ساعة هطلعها واوريها لكم. نعم يا روحي، نعم يا روحي، قبح، نعم يا قلبي. وبعد نص ساعة ان شاء الله هطلعها واوريها لكم، ونشيل الورقة من عليها ونشوف استوت ولا لا، عشان بعد كده نسيبها تتحمر براحتها. بسم الله،
حلو قوي كده. ماما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ في الفرن، هعمل بقى رز ابو كاس ده جنبيهم، وهعمله كمان بخلطه رز الزعفران بتاعه ريسبي برضو اهي، بياخد 50 جرام لكل كيلو رز. ادي عندي الميزان اهو، بسم الله. بس كده 50 وما 52 بس 2 جرام، كل ده جرام. جرام مبروك قوي. بس كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا على رسول الله. حطيت معلقه سمنه، التليفون كان هيقع. حطيت معلقه سمنه، وادي البهارات بتاعت الرز على قد كيلو رز. بسم الله قلبهم كويس قوي، ونجهز بقى الميه بتاعتنا ونحطها على الرز. طب بصوا يا جماعه، الرز دوت انواع الرز البسمتي بتختلف. عشان اقول لك لا، كيلو الرز بياخد كوبايه ونص ميه، ولا كوبايه تقول اكتر. يا جماعه انواع الرز بتختلف في كل دول العالم، مش هنا بس، في كل حته. يعني الرز ده بياخد ميه زياده، في نوع رز تاني بجيبه بياخد ميه قليله جدا جدا جدا، ولما حطيت له ميه زياده عجن مني. تمام، فناخد بالنا من الموضوع ده. موضوع الرز المعياري بتاعه نوعيات بتختلف عن التانية. نجيب بقى المية بتاعته اهي، طبعا غالية مية عشان ننجز في الوقت. بسم الله بسم الله الرحمن. بصوا بقى اللون والحلاوة والأناقة والحاجة كده زي الخشاف بالصلاة على النبي، بغاشة. نغطيه بقى ونسيبه يستوي براحته، ويلا نلقي نظرة جوه الفرن. الصلاة على النبي، حلو قوي كده اهو. بس كده، لا عايز شوية مية كمان. بسم الله بس كفاية كده. نلقي نظرة جوه الفرن. بسم الله الله عليك يا عم باخ، الله عليك. بصوا بقى نسيبه ايه شوية كمان. نقول بسم الله. بصوا الرز بالصلاة على النبي حاجة ألاجة. بقى نبص على الفراخ كمان. بسم الله، أنا شلت من شوية الورقة من عليها عشان تتحمر. طبعا لو عايزين الصوص اعملوه، أنا مش هعمله، اللي هو بمعلقة الدقيق وكوباية اللبن كده كده. أي طريقة من طرق ريسبي مكتوب عليها الطريقة من ورا. بجد حلوة قوي قوي قوي، ريحتها قلب البيت كله، خطيرة. الرز استوى، هو السوق اصلا مستوي من بدري، بس انا سبت الاكل ونزلت اهو. بصوا مفلفل ازاي، بسم الله ما شاء الله. لونه كمان حلو وريحته حلوه قوي، طعمه جميل. دقته طبعا بالخباسه، مختلف ومميز، وما تحطيش ولا ملح ولا اي حاجه. وفراخ التندور بتاعتهم حلوه جدا جدا يا جماعه. انا هحط لكم اللينك بتاع ريسبي في صندوق الوصف، عشان تقدروا تشتروا من عندهم المنتجات بتاعتهم، وليهم منفذ بيع، وكمان بيوصلوا اونلاين لحد البيت عندكم. والرز ده انت مش ضايف عليه اي حاجه ولا اي حاجه خالص؟ طعمه حلو قوي، كيس التوابل بتاعت ريسبي بس، طعمه حلو قوي والله. انا قعدت اكل كده خلصه لسه يعني. سيب بعد ياكل الخلصه. بصوا بقى، انا ما رضيتش اعمل لها الصوص بتاعها اللي باللبن، قلت كده كفايه، ولا اعمل لكم صوص ليها؟ لا حلوه كده مقرمشه. ايوه هم بيحبوها كده، بس الخلطه بتاعتها برضو حلوه جدا، ولا ملح ولا اي حاجه. بتعمل حلوه كده مقرمشه، انا ما دقتش حاجه. هتقعدوا تاكلوا دلوقتي وهتاكلوا. طب ما يخ نعمل تحدي بيها دي. امال بمين؟ على ايه؟ طيب انا نفسي اعمل معاك تحدي رياضي اشقيك كده. ايه يا جماعه، انت ما بتجيبنيش في تحديات الاكل، ما كل واحد بيفهم في الحاجه اللي بيفهم فيها. اتمنى تجربوا يا جماعه بالطريقه دي وتعجبكم، وانا واثقه باذن الله هتعجبكم. والله العظيم تحفه، الفراخ دي جامده قوي. تبلها بايه؟ فراخ تندوري هندي. المهم ان هي حلوه. اشوفكم على خير ان شاء الله يا جماعه، والسلام عليكم. وان شاء الله تجربوا الفراخ والرز بالطريقه دي ويعجبوكم، وبس كده.